السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم يا أخوان. أمام ملكة الفواكه التي لا تقاوم صنف لانجرا، وهذا صنف جوي في من تايوان، لون رائحة، وراح نشوف الطعم ان شاء الله، بس طبعا اللون صراحة مغري. وهذا صنف هندي، ولكن ارجح انه احد اصناف اللانجرا، لان اللانجرا انواع. اللانجرا يا اخوان انواع، اكثر من 6 انواع، وهذا احد اصناف لانجرا، ولكن هم سماي هندي. الشخص مش متأكد من الاسم، جزاه الله خير، ولكن اعتقد انه احد اصناف لانجرا. طبعا هذا في المرتبة الثانية كلون، جولد يا جولد، يا سلام. الحين ان شاء الله راح اراويكم صنف الهندي او احد اصناف اللانجرا. لحظة، ما شاء الله اللون جولد، از جولد، ما شاء الله ذهب، الياف شبه معدومة، رائحة جميلة. هذا بالنسبة للهندي أو أحد أصناف اللانجرا. نجي إلى الكولفي أو كوي في تايواني. يا جماعة اللون يهبل من داخل الثمرة ومن الخارج مثل ما نلاحظ، والياف شبه معدومة، واللون مثل ما نلاحظ شيء مغري للأكل. وأخيرا وليس آخرا اللانجرا، هذه اللانجرا أحد أصناف لانجرا، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. كل صنف منهم يقول لك أنا من الملكة، أنا من ملكة الفواكه، اللهم بارك. جويفي ولانجرا وهندي كما يقال، ولكن أعتقد، هذا في اعتقادي أنا، اجتهاد مني يعني، قد أصيب وقد أخطئ، أحد أصناف لانجرا. بسم الله، طعم خطير، محتاج حاجة ثانية تغير طعمي على أساس أقدر أفرق بينهم بشكل صحيح. هذه اللانجرا نجرب، بالنسبة لي هذا أفضل من هذا، مع أنهم اثنينهم جميلين، صعب تفرق، لأنه جدا سويت. الجويفي فاز في شكل الثمرة، جمالية الثمرة جميل، سكريات أقل من اللانجرا اللي هي تجي رقم 2، ورقم 1 النوع هذا. هذا رقم 1، أحد أصناف اللانجرا، هم سمنا هندي ما أعرف أنا صراحة، ولكن أعتقد أنه أحد أصناف اللانجرا، بس قمة في الجمال وقمة في اللذة هذا الصنف.